المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خطوط عريضة من تلفزيون السودان مع صحف الخرطوم مصادر هذا الصباح والعديد من الموضوعات والعناوين. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن محمد صالح الكباشي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ سام، والتحية لك ولمشاهديك. مرحبا. مرحب. نستهل أعزائنا كالمعتاد بقراءة أبرز عناوين صحف الخرطوم أصادر هذا الصباح. في صحيفة الصحافة، رئيس الوزراء الإثيوبي: السودان بلدي الثاني والبشير أخ كبير. بنك السودان يكشف تفاصيل سداد التزامات للخارجية. 872 أجنبيا يمارسون مهنة الطب بالبلاد. البشير يؤكد متانة العلاقات بين السودان وإثيوبيا. في صحيفة السوداني: المركزي: سددنا مستحقات البعثات الدبلوماسية وتلقينا خطاب شكر من الخارجية. السوداني ترصد تفاصيل آخر 72 ساعة لغندور قبل وبعد إعفائه. رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد: البشير أخ أكبر وسألجأ إليه. في صحيفة الرأي العام: المركزي: سددنا 92% من ميزانية الخارجية وتلقينا خطاب شكر. وزير المالية: خطوات أمريكية جادة لمعالجة التحويلات المصرفية. وفي صحيفة المجهر السياسي: الأمن السعودي يسقط طائرة لاسلكية اقتربت من القصور الملكية بالرياض. توقعات بإعلان نتيجة شهادة الأساس بالخرطوم الخميس المقبل. بدء أعمال منتدى تانا حول السلم والأمن الأفريقي. البشير يشيد بنهج القيادة الأثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات ويؤكد متانة وأزلية العلاقات. صفوف البنزين والجازولين تعود وأزمة مواصلات تضرب المواقف. في صحيفة ألوان: الحكومة مشاورات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع بشأن الدستور. رئيس الأركان المشتركة يتفقد القوات السودانية في عاصفة الحزمة. وجود 872 أجنبي في المهن الصحية والطبية بالبلاد. وزير العدل يؤكد اعتراف السودان بكل الحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية. في صحيفة مصادر: نهر النيل تكرم محمد عطا بدرع من الذهب وتستقبل البشير. وننتقل إلى صحيفة الأهرام اليوم: المركزي يؤكد سداد مستحقات وزارة الخارجية. ديسالين يكشف لرئيس الجمهورية أسباب تنحيه. إثيوبيا: البشير أول رئيس يلتقي رئيس الوزراء. منشقون من عقار يشرعون في تسجيل حزب سياسي. في صحيفة الوفاق: الدرديري محمد أحمد أقوى المرشحين لخلافة غندور. البشير يشيد بنهج القيادة الأثيوبية في إتاحة الفرصة لكل القوميات. دكتور نافع أشهد لمحمد عطا بالصدق والإخلاص في العمل. في صحيفة الانتباه: معارك بالراجمات حول جوبا، ضبط مصنع يصنع الأواني المنزلية من الأكياس الملوثة بالدماء. المركزي: نسدد مستحقات الخارجية بصورة طبيعية. تحرير 63 ضحية لتجار البشر بالمثلث الحدودي مع ليبيا ومصر. في صحيفة الأخبار: اختطاف عمدة ومقتل وإصابة 11 في مواجهات مسلحة بجنوب دارفور. أزمة الوقود تهدد شركات المياه الغازية بالتوقف. جولة للأخبار تكشف تصاعد أسعار السكر. و نرحب بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة من خطوط عريضة، ونستهل من صحيفة الصحافة وعليها: البشير يؤكد متانة العلاقات بين السودان وأثيوبيا. أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير متانة وأزلية العلاقات بين السودان وأثيوبيا وحرصه على تطويرها في كافة المجالات، وشدد لدى لقائه بمقر إقامته ببحر دار الأثيوبية مساء أمس رئيس الوزراء الأثيوبي على وقوف السودان حكومة وشعبا مع أثيوبيا بما يحقق تطلعات البلدين في كل المجالات. وأعرب رئيس الوزراء الأثيوبي عن تقديره العميق لاستجابة البشير المشاركة في منتدى تانا. مرحبا بك الأستاذ حسن محمد صالح، ونستهل بهذا الخبر ومشاركة السودان في هذه القمة الأفريقية. مشاركة السودان في القمة الأفريقية من الواضح أنها كانت
مهمة، بدليل أن السيد رئيس الجمهورية عندما عاد من السعودية مباشرة توجه في أقل من 24 ساعة نعم. توجه إلى إثيوبيا لحضور هذا المؤتمر وللمشاركة في تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي. وهذا يعني عهد جديد تعيشه إثيوبيا التي خرجت من محنة، كان الكثير من الناس يتوقعون أن إثيوبيا لن تتجاوز هذه المحنة الكبيرة التي يعني حدثت في الأيام الأخيرة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق دسالين. ولكن واضح من الواضح أن يعني مجلس الرئاسة الإثيوبي والنخب الثقافية الإثيوبية من الواضح أنها قادرة على أن يعني تتقدم خطوات وخطوات في سبيل استقرار إثيوبيا وفي سبيل القراءة الصحيحة للواقع الإثني والقوميات الإثيوبية. ورئيس الوزراء الحالي هو طبعا أتى من قومية الأروم، وهي لأول مرة أنها تتولى هذه يعني السلطة في إثيوبيا، وهم يشكلون أغلبية يعني بالنسبة لكثير من القبائل الصغيرة الموجودة في إثيوبيا. والآن هم والآن يعني رئيس الوزراء نفسه تحدث عن أنه سوف يستفيد من خبرة الرئيس البشير، سوف يعتمد على السودان. نعم. وهذه علاقة أعتقد أنها قطعت شوط كبير جدا في التفاهم وفي التواصل وفي التعاون في فيما بين الدولتين السودان وإثيوبيا، في لما فيه مصلحة أفريقيا ولما فيه مصلحة العالم. نعم. نعم. ننتقل إلى صحيفة السوداني وعليها المركزي: سددنا مستحقات البعثات الدبلوماسية وتلقينا خطاب شكر من الخارجية. في تفاصيل الخبر، نفى بنك السودان حديث وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور بشأن عدم سداد رواتب وإيجارات البعثات الدبلوماسية بالخارج لسبعة أشهر، وأعلن البنك سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية خلال العام الجاري. وقال البنك في بيان توضيحي تلقت السودان نسخة منه أمس إنه تلقى خطاب شكر وتقدير من وزير الدولة بالخارجية بتاريخ 18 من مارس، يشكر فيه البنك على الوفاء بالتزاماته المالية رغم شح الموارد المعروف للجميع. نعم. إذا البنك السوداني يرد هذا طبعا البنك السوداني تحدث طبعا بالأرقام، وكما يقول السودانيون الحساب ولد. وهذه طبعا تعتبر يعني ممكن تكون من التوضيحات المهمة. نعم. التي قام بها بنك السودان تجاه البيان الذي أصدره السيد وزير الخارجية السابق البروفيسور إبراهيم غندور. ولكن قد يعني من الممكن أن يكون هنالك شيء من عدم الفهم لما قاله البروفيسور غندور في هذا الصدد، لأنه لم يتحدث عن يعني سبعة أشهر محددة فيما قاله، إنما قال لمدة سبعة أشهر. قد تكون في العام السابق، قد تكون أزمة سابقة ولكنه ذكرها. ويمكن أن يكون حديث وزير الخارجية حدث له نوع من التحويل ونوع من الإثارة الكثيرة جدا في فيما يتعلق برواتب الدبلوماسيين. في بيان كان صريح جدا وزير الخارجية، كان صريح فيه في حاجات كثيرة جدا من الملفات والقضايا، بينها كما تذكري ملف حلايب، العلاقة مع مصر، أشياء كثيرة جدا كان يمكن أن تأخذ هذا الاهتمام وهذا الترويج، ولكن كان التركيز على هذا الموضوع وعلى أن السودان دولة فاشلة، وعلى أن السودان يعني هو هذا البيان تحمل أكثر مما يجب. وكان وزير الخارجية أعتقد أنه كان يعني يريد مزيد من الاهتمام بوزارة الخارجية، مزيد من توفير الأموال التي تحتاج لها الخارجية في حركة الدبلوماسيين وفي أعمالهم، ولذلك طرح هذه القضية بكل هذا الوضوح والصراحة. والآن يأتي بنك السودان ليؤكد أن الخارجية تتلقى أموالها، وهذا يطمن على أن الخارجية وضعها يعني معقول، وأن هنالك أموال يعني تتلقاها من وزارة الخارجية بغض النظر عن ما قاله السيد الوزير، إلا أن هذا الـ 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 الأمر هو جيد بحد ذاته من قبل بنك السودان، يعني فعلا يهتم بالخارجية ويستوعب الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في الخارج في ترويج الاستثمار، في إحداث كثير جدا من الاختراقات لصالح السودان، في تثبيت البعثات الدبلوماسية واستقرارها والصورة الذهنية عن السودان وعن الدولة التي يعني تعتبر أكبر دولة في إفريقيا وتعتبر دولة ذات موارد. فلا يمكن أن يكون يعني موظفوها ودبلوماسيوها يعني بلا رواتب لكل هذا الوقت. نعم.
ننتقل إلى صحيفة الرأي العام وعليها وزير المالية. قدمنا تسهيلات للبنوك الأمريكية لمعاودة نشاطها في السودان. يعقد محمد عثمان أريكابي وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع اليوم ضمن لقاءات متعددة اجتماعا مع وزير المالية السعودي لمناقشة جهود المملكة العربية السعودية في المساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين والتي تشهد تطورا كبيرا وتحالفا قويا على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. وكشف وزير المالية عقب مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة للبنوك والقطاع الخاص الأمريكي ورصفائهم من السودان أنهم تلمسوا خطوات جادة لمعالجة مشكلة التحويلات المصرفية، وكشف عن تقديمهم لتسهيلات للبنوك الأمريكية لمعاوضة نشاطها في الخرطوم، مبينا أن البنوك والقطاع الخاص الأمريكي تلقى هذا الأمر بالقبول مما يؤكد اقتراب الحل. وتعتبر المائدة المستديرة والتي نظمتها بي سي ايو الأمريكية برعاية من بنك الخرطوم أول نقاش عملي وفعلي مباشر لحل مشكلة التحويلات المصرفية بين السودان وأمريكا. نعم، التحويلات المصرفية بين السودان وأمريكا تأخرت كثيرا يعني. نعم. يعني هذا يعني منذ أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية في العام السابق ربع الحظر عن السودان في شهر أكتوبر تقريبا، كان يجب أن تنساب التحويلات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تأخرت. وهذا الآن هذا الأمر يعني في مؤتمر يعني وليس قرارا ثنائيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، وهذا يتطلب أن يعني تتحرك وزارة المالية السودانية والدبلوماسية السودانية تجاه المؤسسات الأمريكية في عدم تحويل الأموال وعدم يعني إرسال الأموال من السودان إلى أمريكا، وتسهيل هذه الحركة باعتبار أنها يعني أمر مهم وتشجع الآخرين. الكثير من الناس الآن ينتظرون يعني الموقف الأمريكي، لأنه منذ أن قررت الولايات المتحدة على يعني في شخص رئيسها رفع الحظر الأمريكي المفروض على السودان منذ 20 عاما، كثير من المؤسسات تنتظر الجانب الأمريكي أن يتحرك، أن يبادر، أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب. ولكن هنالك حالة من السكون وهنالك حالة من الجمود وحالة من التسويف لهذا الأمر الذي يعني أثر كثيرا جدا على السودان، وظهرت آثاره الآن في الحالة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه السودان حاليا والأزمات التي تواجه البلاد. وكلها يعني بسبب الحظ الأمريكي السابق والتأخير الأمريكي الحالي للأوضاع في السودان. تحدث أيضا وزير المالية عن دعوتهم للبنوك الأمريكية للعودة للعمل في السودان وأيضا القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في السودان، وقال بأنه يعني هذا الجانب كان وجد القبول من الجانب الأمريكي. نعم والله، هذه دعوة قديمة يعني. السودان ظل يقدم الدعوة للشركات الأمريكية للاستثمار في البترول، وظل يقدم الدعوة للشركات الأمريكية في الاستثمار في الذهب، وظل يقدم الدعوة للشركات الأمريكية في كل المجالات بأن تستثمر حتى في قطاع السكر وفي القطاعات الأخرى الزراعية. ولكن لا يعني حضر رجال أعمال أمريكيون في بداية هذا العام وطافوا وخرجوا بانطباعات عن أن السودان هذا قابل لأن يعني يكون فيه استثمار أمريكي. وطبعا الاستثمار الأمريكي يعني تاريخيا معروف، موجود شركة شفرون التي كانت يعني تعمل في مجال إنتاج النفط في السودان. ولكن طبعا هذه التأخير هذا يعني أنا أعتقد أنه لأسباب سياسية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في هذا المجال في السودان، وهذا طبعا يعني يضر بالسودان كدولة فعلا تحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية، تحتاج إلى التكنولوجيا الأمريكية، تحتاج إلى الخبرات الأمريكية. ومن حق السودان يعني أن يستفيد من هذه الدولة العظمى ومن إمكانياتها الكبيرة التي يعني منتشرة في كل العالم وتقدم لكل دول العالم خدمات وتقدم لكل دول العالم يعني خبرات وتدريب. وهنالك برامج كثيرة جدا في مجال التنمية، في مجال التدريب بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الثالث وإفريقيا، ينبغي أن يستفيد منها السودان ومن حقه أن يستفيد منها، ومن حق من حقه يعني أن يشهد الشعب السوداني أن يشهد نوع من التعاون الأمريكي ونوع من الوجود الأمريكي في السودان بعد أن زالت كل الأسباب والذرائع التي كانت يعني يضعها
الجانب الأمريكي والسلطات الأمريكية في أنهم لن يأتوا للسودان للأسباب التي يذكرونها دائما، وهو دعم الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، وهذه كلها قد زالت. الحديث عن دارفور قد تغير بشهادة الأمريكيين أن دارفور قد أصبحت آمنة. طيب بعد أن أصبحت آمنة، لماذا لم يتم فيها استثمار؟ لماذا لم تحدث فيها تنمية؟ لماذا لم تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تنمية في هذا الإقليم الذي يعني كثيرا ما يعني تقول أنها قد دافعت عنه وتريد له أن يتقدم وتريد له أن يستقر ويتطور؟ فكيف يستقر إذا كان هو يعني خرج من حرب ويعني في بلد فقير لا يحتاج لا يستطيع أن ينمي هذا الإقليم بمفرده إلا بتعاون من العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية؟ فالبنوك الأمريكية مطلوب أنها تحضر إلى السودان، ولكن طبعا هنالك كثير جدا أيضا من الجانب السوداني لا بد من كثير من الأعمال التي يحتاج لها السودان، منها حرية التعامل المصرفي وحرية التحويلات المصرفية وما يعرف بتحرير سعر الصرف. فهم أيضا لديهم مآخذ أحيانا تكون موضوعية من الجانب السوداني، الذي عليه أيضا أن يفكر تفكير جاد في أن الاقتصاد المنكمش، في أن السيطرة الحكومية على الأموال وعلى الاقتصاد هذه لن يعني تشجع أي مستثمر ولا أي بنك ولا أي مؤسسة مالية في أن تقدم على السودان. نعم. إذن كل هذه الملفات السودانية الأمريكية تنتظر المحادثات بين الجانبين السوداني الأمريكي، تنتظر المحادثات الصريحة والواضحة والسياسات الواضحة من جانب السودان أيضا. نعم. في هذا المجال لازم أن تكون السياساتك المالية والمصرفية والاقتصادية تكون واضحة وتكون صريحة. هذا اقتصاد حر، الاقتصاد الأمريكي اقتصاد حر يقوم على أن تشتري وأن تبيع وأن تربح بطريقتك الخاصة وأن تتعامل بالفائدة، وهذا كله الآن هل متوفر طبعا في السودان؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا. نعم. أن نحن نوفر مثل هذه الآفاق الاقتصادية الرحبة التي يعني يتعامل بها الغربيون ويتعامل بها الاقتصاد الحر في العالم، أم أننا اقتصاد لا ندري هل نحن اقتصاد نامي أم نحن اقتصاد دولة أم نحن اقتصاد مجتمع أم نحن اقتصاد تحرير أم ماذا؟ أم أننا يعني دولة فقيرة تتلقى المعونات ونتحدث فقط عن الاستثمارات ونتحدث فقط عن المصارف والعمل المصرفي، ونحن دولة ما زالت فقيرة وفي طور معروف لدى العالم أنها الدولة الفاشلة؟ أو هذه أسئلة يجب أن نجيب عليها. ولذلك يعني حضور وزير المالية لهذا التجمع هو يعتبر خطوة طيبة، ويلتقي مع رصفاء الآخرين من الدول الأخرى، وهنالك حديث عن تعاون سوداني بريطاني في هذا المجال، في مجال الدعم الفني في المجال المصارف والعمل المصرفي وتحرير وسعر الصرف وهكذا. فهذه خطوة يمكن أن نبدأ مع بريطانيا باعتبارها الدولة الغريبة لنا التي كانت في السابق تستعمرنا وتعرف السودان وتعرف اقتصادية السودان وتعرف مشروع الجزيرة وتعرف كثير جدا من الإمكانيات الاقتصادية للسودان. ومن خلال بريطانيا يمكن أن نذهب إلى الولايات المتحدة وإلى العالم الآخر، العالم الحر، في ظل سياسات تم إعلانها من قبل وهي سياسات التحرير الاقتصادي. نعم. التي لا ندري أين ذهبت الآن، هل تبخرت، هل تم الرجوع عنها، هل تم تطويرها، هل تمت مراجعتها، كل هذا لا أحد يعلم. نعم. نعم. ننتقل إلى صحيفة البيتشر السياسي، وعليها توقعات بإعلان نتيجة شهادة الأساس الخميس المقبل. توقعت مصادر موثوقة إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم الخميس المقبل، وأكدت المصادر تأخر إعلان النتيجة بالرغم من اكتمال عمليات تصحيح لبعض الترتيبات المتعلقة بالنتيجة. وفي ذات الاتجاه أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاقة أعمال كنترول الشهادة الثانوية للعام 18 و2000 بمشاركة أكثر من 1050 معلما من جميع ولايات السودان، فيما يبدأ التصحيح يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري. وشهدت وزيرة التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير انتخابات أو مدير امتحانات عفوا السودان وعدد كبير من قيادات العمل النقابي والمهني بالسودان بذات انطلاقة أعمال الكنترول. إذا شهادة الأساس بولاية الخرطوم نتوقع أن تعلن الخميس، وكنترول الشهادة السودانية سيبدأ الأربعاء. نعم. الـ 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 كل الولايات طبعا أعلنت النتائج. معظم الولايات ليست كل الولايات، لأن ولاية الخرطوم نفسها لم تعلن بعد. نعم. فولاية الخرطوم تأخرت قليلا، ما أدري ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، ولكن طبعا يعني الزمن
يعني معقول أن تعلن نتيجة شهادة الأساس في الأيام القادمة، وأصبحت نتيجة شهادة الأساس أصبحت تأخذ أهمية مثل ما يعني تأخذ الشهادة السودانية ذات الأهمية. وأصبح هنالك طبعا المدارس الخاصة الآن تتبارى في التهاني من خلال الصحف وإبراز صور الأطفال الذين يعني تفوقوا في الامتحانات للمدارس، وأصبح هذا السوق يعني سوق يعني من الاستثمار في مجال التعليم، وسوق في التنافس على التلاميذ في دخول المدارس الخاصة. وأيضا يعني مطلوب من الوزارة أن تهتم أيضا بالمدارس الحكومية في التي يعني تعتمد عليها الغالبية العظمى من الشعب السوداني في أنه هو يعني يريد الدراسة في مدارس حكومية مستقرة، بيئة التعليمية بيئة معقولة وتكاليف معقولة وقريبة من الحي ومن المنزل بالنسبة للأطفال، والوصول إليها سهل من غير أن يسلك الأطفال طرق الوعرة والطرق الصعبة في وحوادث المرور المعروفة التي تحدث للأطفال. فلا بد يعني هنالك أحياء كثيرة يعني أحياء بكاملها ليست فيها مدرسة حكومية، هنالك مدارس خاصة تستأجر منازل في أحياء، ولكن المدارس الحكومية قليلة جدا. في بعض الأحياء السكنية الجديدة ليست لا توجد مدارس حكومية معتبرة. أنا لا أدري ما يعني هل هذا بسبب التخطيط العمراني في الأساس أم هذا بسبب إهمال وزارة التربية لهذا الجانب، ولكن المدارس الحكومية يعني يجب أن تتوفر بالقرب من الحي، وتشجع الدولة تشجع الناس على الدخول للمدارس الحكومية حتى لو أنها دفع الناس شيء من المال لهذه المدارس، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التطوير لهذه المدارس لأن هي المدارس المعتبرة. أما المدارس الخاصة مع احترامنا وتقديرنا لهذه المدارس فإنها مدارس يعني هدفها هو الاستثمار، يعني شئنا ما أبينا هو واحد من الأهداف التي يعني، وهدف المدرسة الحكومية هو التعليم تعليم الناس وتوفير هذه الخدمة. فنرجو أن تكون هنالك الرؤية واضحة يعني بعد إعلان هذه النتيجة، أن تكون معرفة الخريطة المدرسية خاصة بالنسبة للمدارس الحكومية في الأحياء السكنية وفي داخل العاصمة، ومعرفة أداء هذه المدارس خلال السنوات الماضية وفي هذا العام، حتى فعلا نعتمد عليها يعني، ولا نقول أن يعني المدارس الحكومية قد خلاص تجاوز الزمن وصارت المسألة كلها مدارس خاصة. و يمكن لوزارة التربية أن تعيد إليها الثقة مرة أخرى، يمكن لوزارة التربية أن تعيد إليها الثقة، يمكن لوزارة التربية أن تبني عدد من المدارس والمجتمع جاهز، لأنه أصلا المجتمع السوداني هو منذ المدرسة الأهلية هو ظل يبني هذه المدارس بصورة أخرى. يساهم في بنائها ويريد هذه المدارس أن تكون بالقرب منهم ويعتمد عليها ويثق في هذه المدارس أكثر من ثقته في المدارس الخاصة، بالرغم من أن المدارس الخاصة فرضت نفسها على الواقع السوداني بصورة كبيرة، وساهمت أكيد ساهمت في تعليم كثير جدا من أبناء السودان خلال الفترة السابقة، من يعني لما تلاحظينه من زيادة في أعداد التلاميذ حتى داخل الذين يلجون إلى هذه المدارس. هذا يؤكد أن المدارس الحكومية ربما أصبحت طاردة بعض الشيء، وهذا لصالح الجانب الخاص. والله هذا 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 الكلام غير دقيق. أنا أعتقد أن المدارس الحكومية هي مدارس نفس المدارس التي قرأ فيها يعني قرأت فيها الأجيال يعني إذا كان نحن قرأنا في قرى في مدارس في قرى، فكيف المدرسة في العاصمة أن تكون طاردة؟ إلا إذا كان هنالك طبعا يعني نوع من يعني التشويش على هذه المدارس، ونوع من الدعاية المضادة لهذه المدارس، ونوع من التهوين لدور هذه المدارس لأنها تعمل بالطابع المهني، تعمل بهدوء وتعمل من غير ضوضاء وتعمل من غير أزياء وأشكال، في حين المدارس الخاصة جلبت كثير جدا من العادات ومن الأزياء ومن الأشكال المختلفة، من الأزياء المختلفة يعني في اليوم الواحد تنظر إلى كم زي لأنه الأطفال يعني ما أعرف زي حلاوة مولد ولا زي شنو يعني أشكال يعني مختلفة وأزياء مختلفة للبنين والبنات فرضت هذه المدارس، وهذه فوضى طبعا حتى في حتى المدارس الخاصة من حيث المواصفات يعني حتى في البناء ليس لديها مواصفات المدارس الحكومية الواسعة التي تمتلئ بالمعارف. هي مدارس ضيقة جدا وتستأجر منازل ويعني وتستخدم كثير جدا يعني مع احترامنا لهم يستخدموا كثير جدا من الأساليب فيها نوع من الترويج غير المدارس الحكومية، فيها نوع من المهنية، فيها نوع من الرزانة، فيها قدر من الوقار التعليمي والعلمي الذي تراه في المدرسة وفي الفصل البسيط
الذي ليس فيه غير السبورة المعروفة وفيه المعلم ويأتي المعلم ويعلم الناس، وهذه هي المسألة المعروفة في السودان بكل هدوء، وتحدث الامتحانات منذ يعني منذ أن عرف السودان التعليم، هذه المسألة مستمرة والآن يجب أن تستمر بهذه الطريقة. أما المدارس الخاصة فيجب أن تخضع لقوانين التعليم في السودان، ويجب أن تخضع للرؤية. طبعا لديها قوانين التعليم الخاصة، لديها قوانين خاصة طبعا، لكن يعني وزارة التربية وزارة التربية إذا كان هنالك زي يجب أن تفرضه وزارة التربية، وإذا كان هنالك موقع يجب أن تحدده وزارة التربية. كل هذه الأشياء يجب أن تتحدد من خلال التعليم، حتى لو كانت مدارس خاصة تكون فعلا هي مدرسة خاصة لا بأس، ولكنها يعني تعمل من خلال الوزارة وتشرف عليها الوزارة وتديرها الوزارة، ولا يكون هنالك ازدواج بين ما هو بين ما يعرف بمدارس خاصة ومدارس حكومية. مدرسة يعني مدرسة بمواصفات المدرسة، من حيث الموقع، من حيث التهوية، من حيث الوضع الصحي، من حيث البيئة، من حيث توفير الخدمات، سواء كانت خدمات حتى من حيث المعلم المدرب الذي يمكن أن يعمل في المدرسة الحكومية ويعمل في المدرسة الخاصة. وطبعا المدرسة الخاصة الآن يعني تنطوي على كثير جدا من الأسرار، نعم التي لا يعرفها يعني حتى وزارة التربية لا تعرفها، وهي والإغراءات بالنسبة للمعلمين، يعتقدون أن هذا المعلم كفء ويدفعون له الأموال، وفي نفس الوقت المعلم يغادر وزارة التربية التي دربته، وهي التي خرجته من الجامعة، وهي التي دربته، وهي التي أهلته ليكون معلما، ففي نهاية الأمر يذهب إلى المدرسة الخاصة، وهذا من حقه يعني طبعا من حقه كمعلم، لأنه يريد أن تحسين وضعه. ولكن وزارة التربية أيضا إذا كان اعتمدت على المجتمع، وإذا كان يعني جعلت من الناس ومن الآباء يعني عون لها في 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 المدارس، أيضا هم يقدمون لها العون ويساعدونها، وتكون المدرسة الحكومية الرسمية قريبة لمواصفات المدرسة الخاصة. نعم. نبقى في ذات صحيفة المنشر السياسي وننتقل إلى عنوان آخر عليها: السعوديون يطلقون هاشتاغ عاش سلمان ملكنا، الشرطة السعودية تسقط طائرة لاسلكية اقتربت من القصور الملكية بالرياض. قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء أمس السبت إن القوات الأمنية أسقطت طائرة في جانب القصور الملكية في منطقة الخزامى بالعاصمة الرياض. وأضاف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض: لاحظت إحدى نقاط الأمن بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع درون، وأن ذلك اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. وأشار إلى أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة. وتصدر هاشتاغ عاش سلمان ملكنا على تويتر بعد أن أشارت مواقع إخبارية لاستهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحادثة. نعم. إذن حادثة أقل عاشت البشرية أو الناس ليلة ليلة أمس والبارحة يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أحداث وصور عن ما جرى في المملكة العربية السعودية، ومن أخبار مزعجة يعني عن الأوضاع في السعودية وعن مكروه يعني تعرض له بعض المسؤولين السعوديين. ومن الواضح أنه يعني حتى يعني هذا الصباح لم يعني تكون الأخبار الرسمية لم تكن بحجم ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال متابعات لكثير جدا من الإذاعات والقنوات. والآن يعني يقال أن هذه هي طائرة لاسلكية يعني حاولت الاقتراب من القصور السعودية، وقد يكون مصدر هذه الطائرة هو اليمن يعني أو إيران، كما يعني ظلت السعودية دائما تتحدث عن إرسال هذه النوع من الصواريخ والطائرات، وكما ظل الحوثيون دائما يرددون أنهم هم قادرون على أن يصلوا إلى مواقع وإلى أماكن في المملكة العربية السعودية. وهذا يعني مما يؤسف له، أن يكون أمن المملكة العربية السعودية هو يعني مكان لمثل هذه الصبيانة
ومثل هذه المحاولات اليائسة، لأن السعودية هذه هي أرض الحرمين الشريفين، وهذه هي قبلة المسلمين، وهذه دولة من الدول التي يعتمد عليها العالم الإسلامي كله. نعم، وهي محاولة لزعزعة الاستقرار، هي محاولة لزعزعة أمن السعودية، وأمن السعودية خط أحمر بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للعالم العربي والإسلامي. هذا هو الأمن الذي يعني ظل دائما في مأمن من أي نوع من التهديد، وبالتالي أن ما يحدث في اليمن سوف تتأثر به المملكة العربية السعودية إذا لم يحسم الوضع في اليمن بالقدر الكافي. والدول التي الآن هي يعني في دول في يعني فيما يعرف بالتعاون العربي أو التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن قد تأخر كثيرا. إعادة الشرعية لليمن هذه قد تأخرت كثيرا، وترتبت عليها كثير جدا من يعني الانحرافات الأمنية، وكثير جدا من الحالات التي يعني تؤثر على أمن السعودية والدول الأخرى المشتركة في هذا التحالف. نعم. إذا لم تتعامل مع هذا الأمر بجدية وتحسم الوضع في اليمن لصالح الشرعية حتى تستقر اليمن، ومن الواضح أنه استقرار اليمن هو من استقرار المملكة العربية السعودية. نعم. وأيضا خبر ذي صلة بهذا الخبر السابق على صحيفة ألوان، رئيس الأركان المشتركة يتفقد القوات السودانية في عاصفة الحزمة. امتدح الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة مشاركة السودان في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، واصفا المشاركة بأنها مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلى سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة واحترافيتها المشهودة. جاء ذلك لدى مخاطبة ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزب الثاني بعد أن تفقد أحوالهم بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مقر قيادة القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي، وهنأ سيادته القوات بالانتصارات الأخيرة في مديرية حجة ومنطقة ميدي، مؤكدا أن مشاركة السودان في التحالف تأتي من منطلق عقدي والتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية. رئيس الأركان المشتركة يتفقد القوات السودانية. نعم. المشاركة القوات السودانية فعلا هي تعمل وتقوم بواجبها، وقد أثبتت أنها هي فعلا قوات مهنية وعاملة، وأن ما يحدث يعني من إعلان وما يحدث من دعاية من قبل الحوثيين ترويج إلى أن هذه القوات تتعرض لخسائر، لم يثني هذه القوات من أداء رسالتها، وهي ملتزمة، وهي قد شهد لها الجميع بأنها أكثر قوة ملتزمة من القوات يعني المشاركة في التحالف العربي. فإذا قامت كل الدول التي يعني تشترك في هذا التحالف بواجبها وأرسلت قوات وحددت محاور عسكرية يعني لتحرير عاصمة صنعاء، هذا الأمر سيتم، والقوة السودانية تستطيع أن تقوم بالدور المنوط بها، وهي قوة محل اهتمام بالنسبة للدولة ومحل اهتمام بالنسبة لرئاسة الأركان السودانية، ودائما يقومون بزيارة هذه القوة ويعتبرون أنها في مهمة يعني مقدسة ومهمة يعني وطنية لا تقل عن عمل العمل في السودان في أي منطقة في السودان. نعم. وهو التزام قام بها السودان وسيمضي فيه إلى نهاية الشوط، الذي يعني هدفه النهاية هو إعادة الشرعية كما قلنا قبل قليل لليمن، وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية من هؤلاء الحوثيين الذين يعني يختطفون هذا البلد ويزيقون يعني شعبه الويلات ويقسمون الرأي العام اليمني ويؤثرون على الوحدة، بدليل أنهم قاموا بقتل يعني حليفهم علي عبد الله الصالح. نعم. يعني في نوع من الغدر. فالشعب اليمني لا يريد هؤلاء الناس برغم أنهم لهم دعاية، لأنهم مذهبيون ولأنهم طائفيون. نعم. ولأنهم يفرضون إرادتهم على الشعب اليمني الذي قام بثورة كبيرة جدا، هي ثورة الربيع العربي اليمنية، واختار حكومته وانتخب رئيسه، ويريد أن يستقر ويريد أن يطبق نظام ديمقراطي في هذه الدولة العربية المهمة، ولكنهم هم يقطعون الطريق ويقومون بانقلاب عسكري غير شرعي. نعم. في هذه الدولة. فالقوات السودانية تعمل بحسب ما هو مرسوم لها، وإذا كان وجد التعاون من الدول الأخرى المشتركة في التحالف كما ذكرنا فسوف يتحقق الهدف، وستعود هذه القوات إلى أرض الوطن منتصرة بعد أن أدت دورها المنوط بها. نعم. نعم. نبقى في ذات صحيفة ألوان وعليها
مشاورات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع بشأن الدستور. كشفت الحكومة عن مشاورات مكثفة مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول صناعة الدستور في وقت أعلنت فيه عن توافق عدد من الأحزاب على استعجال إجازة الدستور قبل 2020. وقال دكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام عضو آلية إنفاذ مخرجات الحوار إن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الحوار برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة بحضور كل عضوية اللجنة، مبينا أن الاجتماع يناقش قضية الدستور وإقامة انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الدستور القادم سيحظى برضا وتوافق جميع أبناء السودان، وزاد قائلا لا نريد أن ننفرد بالدستور أو تنفرد بالدستور جهة معينة دون مشاركة القوى السياسية الأخرى. نعم، الدستور يمكن أن يجاز أي نظام حكومة يمكن أن يجمع الناس ويعلن دستور. نعم. لأن هنالك تراكم في العملية بتاع صناعة الدستور في السودان. نعم. ووزارة العدل موجودة ولا خبراء وفنيون يمكن أن يصيغوا دستور ويمكن أن يعلن هذا الدستور ويمكن أن تقول أن هذا الدستور هو دستور دائم كما قال السيد الرئيس جعفر النميري عارف رحمة الله في العام 73 أنه قد يعني وضع دستور السودان الدائم، ولكن سرعان ما يعني هذا الدستور انهار في العام 85 بعد الانتفاضة وتم إلغاء هذا الدستور واعتبر من يعني مخلفات العهد البعيد، وبالتالي هنالك خلاف جوهري حول هذا الدستور على الرغم من أن هذا الكلام الجميل الذي ذكره سيد وزير الإعلام. وهذا الخلاف الجوهري هو أن الدستور هل الدستور الدائم يجاز من خلال جمعية تأسيسية أم يجاز من خلال برلمان يعني فيه جزء من الناس معينين ويمثل وجهة نظر واحدة، وهنالك خلاف كبير جدا بين القوى السياسية، قوة ممانعة لم تحضر الحوار الوطني وقوة حضرت الحوار الوطني. نعم. كل هذه الأسئلة يجب أن يجيب عليها الذي يريد أن يعني يصنع دستورا دائما للسودان برضا الجميع. وهنالك من يتحدث معروف رأي كثير جدا من القوى السياسية تتحدث عن مؤتمر دستوري، مثل حزب الأمة والسيد الصادق المهدي يتحدث عن مؤتمر دستوري. هنالك توصيات الحوار الوطني التي تقول أن دستور السودان الدائم يتم من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، وهذه والآن هنالك يعني محاولة يعني أن يكون هنالك دستور بديل للدستور الحالي، وهو دستور جيد طبعا. دستور 2005 نفسه دستور جيد جدا وفيه كثير جدا من المكاسب للشعب السوداني. وأكيد من المؤكد أن يعني إقامة دستور يعني قبل 2020 هي ممكنة، ولكنه لن يعني ينال إجماعا من القوى السياسية الكبيرة والرئيسية في البلاد. وأنت تعلمين أن هنالك معارضة من القوى اليسارية وهنالك معارضة من قبل حزب الأمة وهنالك رفض من قبل حتى الأحزاب، بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة مثل المؤتمر الشعبي لإجازة الدستور بهذه الطريقة وقوة سياسية أخرى، ولكن هنالك بعض القوى السياسية تريد أن 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 تجيز هذا الدستور قبل عام 2020 للاستحقاقات الانتخابية طبعا القادمة. ولن يكون هنالك يعني لن يكون هو الدستور الأخير للسودان، سوف يعني تأتي مرحلة أخرى أيضا ويكون هنالك حديث عن دستور للسودان، ونظل في هذه الحلقة المفرغة من البحث عن دستور دائم للسودان. وطبعا ضاعت فرص كثيرة جدا، يعني دستور الاستغلال، الدستور الذي تمت إجازته خلال فترة الجمعية التأسيسية 86، دي كلها كانت فرص ليكون للسودان دستور دائم، ولكن هذه يعني طبعا دائما كما تعلمين يحدث ما يحدث من خرق لهذه الدساتير ومن إلغاء لهذه الدساتير. وفرص ضاعت، والفرصة القادمة يجب أن يبحث عنها بصورة علمية وبصورة يعني أكثر وعيا بأهمية الدستور وبطريقة يعني إجازة الدستور. وهما يعني من الواضح أن الدستور القادم الذي يتم قبل عام 2020 سيكون عليه استفتاء شعبي. وهذه طبعا تجربة عام 98، دستور 98 تم باستفتاء شعبي. نعم نعم، وكان ايضا من يعني مشهود له بانه دستور حقق كثير جدا
من الحريات، حقق كثير جدا من الحقوق المدنية، وكان كان دستورا متميزا، ولكنه أيضا تم إلغاؤه وبعد اتفاقية السلام في عام 2005. نعم. فهذه يعني أكيد أزمة دستورية ستظل تواجه السودان. نعم. تبقى لنا حوالي دقيقتين، دعنا نأخذ هذا الخبر من صحيفة الانتباه، تفاصيل مثيرة عن اكتشاف الهرم التاسع بالبجراوية. تمكن فريق الهيئة العامة للآثار والمتاحف الذي يعمل بموقع أهرامات البجراوية ضمن بعثة أو ضمن عمل البعثة القطرية لأهرامات السودان من إعادة غرف دفن الهرم التاسع التي تقع على عمق 10 أمتار أسفل الهرم. طبعا تفاصيل الخبر في الصفحة الثانية، ولكن يعني هذا يجعلنا نتحدث عن يعني المجهودات الكبيرة الأثرية التي هذا حدث الهرم التاسع. هذا حدث كبير جدا. ومنطقة البجراوية هذه منطقة بها من الإهرامات ما لا يعد ولا يحصى. نعم. إهرامات كثيرة جدا والتي لم تكتشف، وكما علق أحد الأثريين والعلماء الآثار في تلك المنطقة بأن باطن الأرض خير للآثار من ظاهرها، طالما أننا نتعامل مع الآثار بهذه الصورة، وطالما أنها تنهب أنها تنهب وأنها تضيع. ولكن من الواضح أن السودان به آثار كثيرة جدا ومتعددة وجاذبة جدا للعلماء ولعلماء الآثار وللمهتمين بهذا النوع من السياحة. وهي موجودة في هذه المنطقة، ويمكن أن يكون هنالك هرم عاشر وهرم ألف في هذه المنطقة التي كان يعيش فيها يعني ملوك كوش، تعيش فيها حضارات قديمة جدا من بجوار هذا النيل العظيم الذي يمتد عمره إلى مليارات السنين. ويعني شهد كثير جدا من الحضارات التي سادت في هذه المنطقة والتي امتدت إلى مناطق أخرى، ولم تكن الآثار موجودة في منطقة البجراوية وحول النيل فقط، وإنما هنالك آثار في دارفور وهنالك آثار في كل مكان في السودان. في هو أرض الحضارات وفي غيره. نعم. هو أرض الحضارات وهو أرض القصور القديمة وأرض الأهرامات القديمة، وهو أرض يعني شهدت كثير جدا من أحداث التاريخ الكبيرة والمزلزل ربما. نعم. شكرا جزيلا أستاذ حسن محمد صالح الكباشي، كنت معنا في هذا الصباح. وعليكم السلام. شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء، كنتم معنا في خطوط عريضة لهذا اليوم، نلتقي بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.